المباراه وبعد فوز النادي الاهلي على الرجاء 2-1 نشوف تصريحات جاريدو مدير الفني الاهلي ونشوف تصريحات كابتن سمير كمونة المدير الفني لنادي الرجاء وخصوصا في الناحيه الدفاعيه lo que nos ha dificultado mucho el tener claridad en el manejo de balón هو ده اللي صعب علينا ان احنا نسيطر على سير المباراه creo que el partido hemos empezado con el 1-0 pronto طبعاً احنا ابتدينا كنا سجلنا هدف في البدايه بدري y bueno cuando con el 1-0 pues teníamos el partido controlado وبعد ما سجلنا الهدف الاول كنا احنا خلاص بنسيطر على y bueno hay una jugada que es el 1-1 وكانت في اللي بعد ما كنا 1-1 penalti que ha señalado el árbitro كان في اللي هي ضربه الجزاء اللي حسبها الحكم entonces el 1-1 era inesperado التعادل كان غير منتظر ما كناش متوقعينه نسمع يا جماعه اسمع استاذيو siempre es el mismo صوت ايفل siempre es el mismo tío el mismo siempre es el mismo ايفل بابلو خلاص ايفل خالص ما حدش يفضل اتفضل el 1-1 ha sido inesperado quizás nos ha creado un cierto nerviosismo هدف التعادل كان غير متوقع بالنسبه لنا وهو ده اللي زود العصبيه pero también creo que después del 1-1 لكن برضو مع ذلك بعد ما اتحقق التعادل 1-1 Quiero recordar en los últimos 10 minutos de la primera parte un par de ocasiones de gol انا متذكر على الاقل كان في فرصتين مؤكدتين في اخر 10 دقائق من الشوط الاول y bueno pues la segunda parte sabíamos que el objetivo era ganar el partido وخلال الشوط الثاني كنا عارفين ان هدفنا هو الفوز بالمباراه el rival ha seguido haciendo un buen trabajo defensivo والمنافس قدم مستوى جيد من الناحيه الدفاعيه también ha tenido sus opciones al contraataque y nosotros pues quizás nos ha faltado cierta claridad para hacer más ocasiones de gol y sin ser de una manera brillante ما كانش الفرص عندنا مؤكده للضرب اللي هي يعني hemos ganado tres puntos importantes فاحنا النهارده كسبنا ثلاث نقط مهمين una, جدا una buena jugada de corner كانت عن طريق كورنر اتلعب بشكل كويس جدا y la parte positiva الناحيه الايجابيه es conseguir estos tres puntos هو ان احنا حصلنا على الثلاث نقط دي el equipo debe saber sufrir y ganar partidos de esta manera difícil لازم فريقنا لازم تعرف ان هي تصمد وان هي تنجح في الفوز مباريات صعبه بالشكل ده ahora mismo podemos ver que llevamos tres puntos en esta primera jornada de la segunda vuelta احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا حصلنا على الثلاث نقط دي في بدايه الدور الثاني من الدوري cuando en la primera vuelta en este partido perdimos 2-1 وزي ما نتذكر ان كان في الدور الاولاني احنا خسرنا 2-1 por lo tanto podemos valorar esta victoria فنقدر ان احنا نقيم الفوز بتاع النهارده como tres puntos importantes باعتبار ان هي ثلاث نقط مهمين para empezar a remontar y a recortar puntos en la clasificación عشان نبدا ان احنا خلال الدور الثاني ان احنا نعوض فارق النقط y repito aunque creo que no se ha conseguido de una manera brillante وبقرر ان احنا على الرغم ان احنا ما كسبناش بالشكل اللي هو المؤكد creo que el equipo también debe por supuesto siempre mejor trabajar para mejorar los defectos فما زلت باكد على ان فرقتنا لازم ان هي تشتغل تحسن من الحاجات والاخطاء اللي احنا وقعنا فيها pero también valorar la importancia de conseguir tres puntos ante un rival que nos lo ha puesto muy difícil وبرضه لازم نقيم كون ان احنا فزنا قصاد منافس عنيد اللي هو صعب علينا الامور النهارده شكرا اتفضل 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 كابتن سمير بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اداء كويس من الفرقتين النهارده الحقيقه يمكن كنا عاملين حساب فرقه النادي الاهلي فرقه كبيره وعندهم اكتر من لاعب في المنتخب الدور الاول احنا فزنا عليهم في اسكندريه لكن الوضع النهارده بيختلف النادي الاهلي زود صفوفه وعوده المصابين دي فرقت معاهم وخبره النادي الاهلي واللعيبة الدولية طبعا حسمت اللقاء خصوصا في الكور الثابتة وانا الحقيقة يمكن انا قلت النادي الاهلي طول عمره مميز بالكور الثابتة وبالفعل زي ما مستر جريدو قال ان هم كسبوا بكرة ثابتة او كورنر كانت اخطاء دفاعية مننا ومن الحارس زائد طبعا الشوط الاول النادي الاهلي
لعب 25 دقيقة الأولين كان ضغط علينا، لكن طبعا أنا كنت محافظ اللعيبة طريقة اللعب والضغط من نص الملعب، وبنلعب على الكونتر أتاك أو الهجمة المرتدة. الشوط الأولاني كان 1-0، وبعدين أحرزنا هدف من ضرب الجزاء. بعد كده فريق نادي الرجاء كان عندها ثبات انفعالي كويس، وعندها تركيز في نواحي ان هو الاستحواذ على الكرة خصوصا في نص الملعب وعلى الهجمة المرتدة، بعديها انطلاقة من كابونجا لإيمانويل من وراء مدافعين النادي الأهلي من خلفهم، وبالفعل إيمانويل راح استفدنا من سرعاته، وأنا كنت بأكد على الحتة دي عملناها، لكن كان في تشانس يعني كان فرصة ضايعة مؤكدة. دي فرقت معنا قوي في أول 45 دقيقة. لو طلعنا 2-1 كانت الأمور كانت هتبقى سهلة شوية علينا الشوط الثاني، لكن الشوط الأول أنا شايف أنه كان متساوي بين الفرقتين. النادي الأهلي طبعا ما تأثرش على غياب الدوري أو عودة الدوري، أنه كان بيلعب في أفريقيا ولعبته جاهزة وفي ثبات تشكيل وتجانس، عكسنا احنا طبعا عندنا 52 يوم توقف الدوري، ممكن يكون اثر حاجات بسيطه، ان انا الحمد لله كنت عامل 8 لقاءات وديه من النواحي البدنيه الحمد لله انا كنت يعني مركز فيها، وكنت حاسس ان فرقتي لحد الدقيقه 90 او 92 واقفين على رجليهم وممكن نجيب هدف ونتعادل، انما طبعا هي دي امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندي. الحمد لله رب العالمين أديت أداء كويس قدام فريق قوي. فريق نادي الرجاء بتكتسب خبرة يوم عن يوم، لازم نقتنع يا جماعة أني برضو في برضو كرة فيها مكسب وخسارة، بلعب تيم بطل أفريقيا وتيم برضو زي ما مستر جريدو قال تيم عنيد، إنما أنا عايز أقول برضو يا جماعة إحنا بقالنا سنة ونص كنادي الرجاء في الدوري الممتاز، خبرة الدوري الممتاز برضو محتاجة فترة طويلة والنفس الطويل. عندنا بعض اللعيبة الحمد لله رجعت لمستواها، النهارده كانوا اضافه لينا، عندنا 2 مصابين لو كانوا موجودين احمد عبد العال وعلي بهيج كان هيبقى ليهم دور كبير قوي من النواحي الفنيه، لكن طبعا انا بقول دي حال كره القدم، لازم يكون فيها مكسب وخساره، لكن بحيي طبعا مستر جريدو النهارده على اداره المباراه وتغييراته، ان انا كنت قلقان من تريزيجيه ووليد سليمان كان اضافه وصلاح الدين ان هم كانوا اضافه فعلا ليهم، صمت لحد الدقيقه 84، لكن ما كانش في نصيب زي ما انا قلت لحضراتكم ان كان في اخطاء دفاعيه من تمركز دفاعي خاطئ من الاثنين مساكين وعدم المسك للمهاجم، زائد الحارس كان ممكن يطلع يا اما ياخد بوكس او يطلع ياخد الكوره، ده الخطا اللي يعتبر الضربه القاضيه بالنسبه لينا الشوط الثاني. حاجة ما كانتش متوقعة ان الكرة ثابتة تخش فينا جون. طبعا لعبة الرجاء النهاردة كنا بنلعب بطريقة مختلفة خالص، اول مرة العب بيها لظروف المباراة وقوة الخصم، انا كنت بلعب 4-2-3-1، واول مرة العب بالطريقة دي، انا متعود ان انا بلعب 4-4-2 او 4-3-3، ما بخافش طول انا جريء وبهاجم، انما النهاردة برضو بلعب بحذر، ان انا بلعب برضو قدام تيم كبير تيم خبرة، لكن الحمد لله فريق نادي الرجاء أدت أداء يعني جيد جدا من النواحي الفنية والبدنية، وبقول هي دي بقى حال كرة القدم، لازم يبقى في فرقة تكسب وفرقة تخسر يعني، والنهاردة النادي الأهلي حسم اللقاء من كرة ثابتة، وبقول مبروك للنادي الأهلي ومبروك لمستر جريدو وبالتوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية، وربنا يكرمك بقى وتقدر تعوض بقى الفرق اللي بنط بينك وبين المنافس، وتشوف طموحك بقى الفتره اللي جايه مع الفريق، واتمنى لك التوفيق، وان شاء الله الفتره اللي جايه نتمنى التوفيق للفرق المصريه كلها بعوده الدوري ان شاء الله. شكرا كابتن سامير. شكرا. اتفضل سؤال هنا اتفضل. اجيب اسئله كتير. ست احمد نسير قناه الحياه، بس اسال جريت سؤال سنه تراجع اداء النادي الاهلي ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se ha visto que el nivel de Dani se ha atrasado a pesar de que no había sufrido suspensión de la liga? Bueno, como he dicho antes, el partido ha sido un partido difícil.
creo que el trabajo del creo que estoy hasta el mismo tonto de siempre. Creo que repito que creo que el partido ha sido un partido difícil. Creo que el trabajo defensivo del rival ha sido un trabajo que nos ha dificultado mucho el juego. Y creo que el equipo ha sabido reaccionar bien. Ha sabido conseguir una victoria importante sin brillantez en el juego. Repito, por la dificultad de estar atacando contra un equipo tan organizado defensivamente. Pero yo creo que valorando que tenemos 3 puntos, repito que en este mismo partido, en la primera vuelta, teníamos 0 puntos y quizás en aquel partido merecimos más. Por lo tanto, creo que hoy nos podemos quedar con que hemos ganado 3 puntos y es importante también saber ganar en un partido en el que no juegas de una manera muy brillante. Sí, yo creo que el equipo también tiene que saber ganar partidos por lucha, por acciones a balón parado o en un marcador igualado por ciertos detalles. Creo que eso es positivo, que el equipo sepa ganar un partido así. Por lo tanto, a pesar de que no ha sido un partido brillante, no nos quedamos solo con el resultado. Sí, trabajaremos para mejorar las cosas, pero es mejor trabajar con 3 puntos más a tu favor. شكرا. سؤال كابيا اوتر بارت لا بريغونت لما ما جاوبتلوش لسه في الجزء اللي لسه في عادي. شايف ان مباراه النهارده هتكون اداء جيد قبل مباراه شويه؟ السؤال الثاني لا كان نفس السؤال. كم كريك كي este partido va a ser una buena preparación para el partido de Irlanda؟ Sí, el jugar siempre te ayuda a encarar los siguientes partidos. Creo que el volver a tener la dinámica de jugar partidos es positivo para el equipo. Yo creo que ahora mismo se está viendo que hay una competencia importante en la alineación y que el hecho de que haya muchos partidos hace que los jugadores sepan que hay opciones para jugar y que deben estar compitiendo por su puesto. وتهدد مرمى الاهلي بشكل مباشر. تاني شفت يا كابتن، هل شايف انت تغيير حسام عاشور وخروجه من وسط ملعب النادي الاهلي ده كان ممكن يخليك تستغل، بحيث ان حسام عاشور طبعا لعيب ارتكاز مهم جدا، كابتن انت ممكن حضرتك تستغله برضه بشكل افضل؟ لا، هو طبعا التغيير ده طبعا دي ترجع لوجهه نظر المدرب، انما طبعا انا الطريقه اللي انا بلعب بيها ما غيرتهاش. حسام عاشور طبعا لعيب كبير واضافه في نص الملعب، انما حسام غالي عوض مكانه، وكان في تريزيجيه نزل وفي وليد سليمان، فمش فارقه كتير. هو كان ممكن بيلعب في 2 في القلب، خلاهم 1 و2 قدامه، من عايز يزود النواحي الهجوميه، فمش فارقه كتير. السؤال الثاني، طبعا انا بلعب بفيرود 1، طلعت فيرود ونزلت فيرود، ان انا عايز اقفل نص الملعب زي ما انا قلت لحضرتك في الاول، بلعب 4 2 3 1،
فدي انسب طريقه ليا ان انا العب بيها قدام تيم كبير زي النادي الاهلي. فما ينفعش انا اغير العب بفرودين هفضي مكان زي مؤمن الشوط الاولاني وهو عبد الله السعيد مع بيتر مع عماد متعب، كل دي زياده عدديه جايه من الاطراف او اثنين راس حرب اساسيين، فطبيعي جدا ان انا العب بزياده عدديه في نص الملعب. فانا اضطريت العب بالطريقه دي خصوصا لما انا شفت التشكيل لعبت نادي الاهلي قبل المباراه. فطبعا الطريقه اللي انا لعبت بيها كانت مناسبه جدا لفرقتي وعلى حسب امكانياتي. زي ما انا قلت لك في زياده عدديه لعبت النادي الاهلي هما بيعملوها كويس قوي، مؤمن موجود، عبد الله السعيد مش موجودين، في وليد سليمان وتريزيجيه، فالاثنين بيعوضوا. زي الشوط الثاني اللي اتكلمنا فيه في حسام عاشور وحسام غالي، واحد طلع منهم وابتدى يلعب واحد على الدايره واثنين قدامه. ففي كذا طريقه ممكن تلعب بيها، انما الطريقه اللي انا لعبت بيها هي الطريقه اللي هي تتناسب معايا قدام فريق كبير زي فريق النادي الاهلي. سؤال لمستر جريدو. ماشي يا Bueno, claro, lógicamente el haber estado este tiempo sin jugar partidos no es positivo, claro. Creo que es mejor mantener una línea de jugar partidos. Hasta ahora nosotros hemos estado concentrados en el partido de Ruanda. Y ahora pues parece que ya empezamos una dinámica en la que vamos a jugar partidos de manera más seguida. Y creo que es mejor estar jugando partidos de manera continuada. Yo repito que ahora mismo la ventaja de cara a jugar partidos de manera continuada es que estamos generando una buena competencia en el equipo. Está claro que tener a Abdala, Trezeguet, Walid, Momen Zakaria te da opciones. Res, que hoy no ha jugado, te da opciones y creo que el equipo puede y debe demostrar en los siguientes partidos que esa competencia interna en el equipo lo que va a hacer es crear un mayor nivel en el equipo y que los que juegan cada partido juegan a su máximo nivel, primero porque puedes tener jugadores frescos y segundo con ganas de ganarse el sitio ante esa competencia. Y yo creo que Momen Zakaria es un jugador que sí que se ha integrado bien, que es un jugador que le da muchas opciones al equipo, que puede jugar en muchos puestos en la parte ofensiva del equipo y que es un jugador que juega un buen fútbol y que al equipo le aporta mucho. Es un buen jugador de fútbol. كابتن سمير. ما ممكن بس يجاوب عليه بعدين. في الترتيب. هو بالنسبه دلوقتي ده مش موضوعنا ده خالص. مش موضوعنا. بتتكلم في احداث المباراه، اتكلم في هل بيأثر مش مالكش مالناش دخل بالموضوع ده. اتكلم في احداث المباراه. مش هنسيبه هو يسال السؤال اللي هو عايزه ولو ممنوع على الكابتن. لا ما احنا بنتكلم في خارج المباراه. يا واحد صحفي خد معاه بره. خد ياخد الموضوع ده بره مع الكابتن. لا هو يسال وحضرتك لا يا واحد لا. يا جماعه احنا قلنا ايه؟
في حدود المباراة في نطاق المباراة لو سمح لو سمح فيما في أحداث المباراة اسأل في أحداث المباراة خلاص هو الرجل فيه أيوة ماشي سؤال فني ما شاء الله على أسرع على ذلك لا تكلم على المسابقة هذا برضو عقبه في المشترك هو طبعا يعني سؤال مهم برضو احنا لازم برضو يعني نعرف ايه الوضع وممكن نلعب كل اسبوع ممكن كل 3 ايام كل 4 ايام هي تبنى مشكله للفرق زي الاهلي والزمالك وبتروجيت وسموحه اللي هم عندهم بطوله افريقيا مش هيقدروا يلعبوا كل 3 ايام افريقيا ودوري هيجيبوا وقت منين يعني وحتى لو هم مسافرين سفريه بره مثلا او كده بطوله افريقيا الامور هتبقى صعبه جدا زائد طبعا اول مباراه لينا احنا مع انبي في اسكندريه برج العرب بعد 8 ايام المباراه اللي بعديها بعد 7 ايام لسه ضغط المباراه لسه ما جاش الجدول تقريبا احنا واخدين اول 4-5 ماتشات تقريبا يعني بعد شهر ممكن يكون كل 3 ايام مباراه فانا شايف ان كل 3 ايام مباراه في ودخل علينا صيف والجو ممكن يبقى حر هتبقى صعبه جدا جدا خصوصا لو احنا لعبنا على الاستادات او الملاعب البعيده بتبقى الجو حر الساعه 2 او 3 او 4 مستحيل جدا يعني مستحيل خالص ان احنا نلعب الظهر ودخل علينا شهر رمضان كمان فانا بتهيألي تبقى صعبه جدا الناس هتبقى صايمه هتبقى العمليه صعبه جدا وبالتالي طبعا مستر جريدو لو عايز يعلق على حاجه شكرا نفس السؤال خلاص اظن ما عادش لا عايزين سؤال بس هو ده اخر سؤال اوكي هو ما ده سؤال مشترك Yo creo que es un tema importante. Creo que la confección de los calendarios es un tema importante. Desde luego, jugar al fútbol al mediodía es una locura. Evidentemente hay que jugar a horas en las que se puede jugar. Sin tanto calor o tanto sol o tanto. Hay que jugar en estadios que estén en condiciones de que se juegue bien al fútbol. Que el césped esté en buenas condiciones. Que se pueda jugar bien al fútbol, creo que eso favorecería a todos, a la liga y al fútbol de Egipto. Entonces, entiendo que a partir de ahora, tener un calendario claro sería importante para todos, saber cuándo vamos a jugar y... ok, Leusamat. No, no, but if I am speaking, you must be... Okay. Como decía, creo que hay que procurar que las condiciones de los partidos sean las óptimas. Porque creo que eso favorece al espectáculo del fútbol. Creo que eso favorece al espectador que pueda ver un buen partido de fútbol. Y favorece que el jugador pueda jugar en buenas condiciones y por lo tanto pueda dar su máximo. Entonces, el procurar un buen horario, el procurar un buen campo, me parecen aspectos importantes. ما لسه انا مسكه موجود شكرا يعني سمعنا تصريحات مستر خوان كارلوس جاريدو وكابتن سمير كمونة بعد المباراة كانت تصريحات هادية شوية صح؟ يعني احنا حسينا ان الامور زي الماتش يبقى دايما ولا فيها اي فايدة ما استفدناش حاجة للأسف هو اصلا المايكات كلها محطوطة قدام مستر جاريدو فالاسباني كله هو اللي طالع العربي الصوت واطي جدا كمان كله بيوصف المباراة ما استفدناش حاجة يعني ما عرفناش هو عايز ايه من التغييرات طب بيتر اللي هو احسن لعيب في الشوط الاول طلع ليه طب كنت تبتغي ايه من تغييره مثلا حسام عاشور فني بصراحه يعني تحديدا الاجانب دايما بيدوك اللي هم ايه اللي عايزين الصحفيين ياخدوه
ما بيبقاش ما بيتعمقش قوي في المباراه. اقول لك الحكم ظلمني في ليا ضربه جزاء، المباراه مشيت بالشكل مش عارف ايه، ما كناش ننتظر التعادل. طبعا في كلام ينفع التعليق عليه، لكن يعني مش هنعلق فكره ان فوجئنا بالتعادل او ما كناش عاملين حساب التعادل. ده كلام طبعا فني غلط يعني الامانه، اي مدير فني